صلى على سيدنا المصطفى محمد وآله وأصحابه ومن سار في دربه من أحبابه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. قد مرت معنا بعض أخباره بأحد التي قال فيها أبو بكر كان ذاك اليوم كله لطلحة. طلحة أكب على نبيكم عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا، وعندما كان في بعض المواقف الشديدة التي أحاط فيها برسول الله كان يستقبل السهام بيده فيناول يده السهام ليذبها عن رسول الله حتى أصاب يده عليه رضوان الله الشلل وارتفع بها عند الله كريم المحل عليهم رضوان ربنا تبارك وتعالى. وذكرنا رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من أحد بعد دفن الشهداء ووصوله إلى المدينة في آخر العشية، وقف عند ديار جماعة سيدنا سعد بن معاذ وأمرهم أن يدخل كل جريح دارا لا يمشون معه إلى المدينة وإلى عند بيته ليوصلوه ويشيعوه، وقال لهم عزيمة مني، فقال لهم سيدنا سعد عزم عليكم رسول الله أن كل جريح يدخل الدار. دخلوا ديارهم فيهم جرحى كثير، سيدنا سعد مشى مع النبي صلى الله عليه وسلم وبات وجهاء الأوس والخزرج، فيهم سادتنا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وجماعة من وجهاء الأوس والخزرج على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخافون أن يصل أحد من المشركين ويعيدون الكرة عليهم، فبقوا يحرسون بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. سمعنا أيضا ما تلقوا من الخبر لما سمع الناس ينوحون ويبكون موتاهم، قال لكن حمزة لا بواكي له، فظنوا أنه يريد من يبكي عليه حتى خرجوا إلى نسائهم يقولون لا تبكين أحد من موتانا قبل حمزة، وذهبوا واجتمعن على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. خرج آخر الليل ومع الفجر عندما آذنه سيدنا بلال فسمع، فجاء إليهم على باب المسجد، ما بالهم؟ قالوا هؤلاء تجمعن يبكين حمزة، قال ما أردت ذلك. وشكرهم وذكر المواساة لهم وقال إن الأنصار أهل مواساة من قديم وعهدي بهم بالمواساة، فدعا لهم وأمرهم أن يرجعوا إلى أماكنهم، وقال في بعض الروايات ولا تبكوا على ميت بعد اليوم. ذكرنا أنه خرج لصلاة المغرب، عندما دخل البيت وقد سبقت السيدة فاطمة ناولها سيفه وقال لها اغسلي عنه الدم فإنه صدقني اليوم، فأخرج سيدنا علي سيفه وناوله فاطمة وقال اغسلي فقد صدق اليوم، وذكر ما ذكر سيفه فقال لئن كنت صدقت الجدار اليوم لقد صدقه فلان وفلان وفلان، وأخذ يعدد بعض أهل البسالة من سادتنا الصحابة الذين كانوا حواليه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ما قدر يخرج إلى الصلاة إلا وهو متوكع على سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، يصعب عليه رفع رجليه لما به من أثر الجراحة. صلى بهم المغرب وعاد إلى بيته، وقد ذكرنا أنه تأنى بهم في العشاء ثم أذنوا فخرج، فكان أخف منه حينما خرج لصلاة المغرب. باتوا تلك الليلة، فجاء بعض بني مازن من الأنصار يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدخلوه عليه عند خروجه لصلاة الصبح
فقال له أني كنت بالمكان الفلاني طريق المدينة إلى مكة عند أهلي ولقيت القوم وصلوا يعني مشركي قريش وأنهم سمعتهم يترادون الكلام بينهم ويقول أبو سفيان وجماعة معه إنكم أصبتم منهم وفللتم حدهم وقتلتم كثيرا من كبارهم ولكن ما استأصلتموهم ولا زالت فيهم رؤوس يجمعون عليكم ولا محمد قتلتم ولا أردفتم الكواعد معكم ما جبتم أحد من الأسرى ولا معكم نساء نرجع ونكر عليهم كر واحدة فنستأصلهم وناخذ نساءهم. وكان صفوان يقول لهم لا تفعلوا واذهبوا ما دامت الدولة لكم فإن القوم حربوا وتأثروا الآن وإن قابلتموهم مرة أخرى فهزموكم كان ذلك سوء عليكم فامضوا ما دامت الغلبة لكم خير. فقال صلى الله عليه وسلم أرشدهم صفوان وما هو برشيد وأقسم صلى الله عليه وسلم لقد أعدت لهم الحجارة يرميهم الله به لو رجعوا إلى المدينة لصاروا كأمس الذاهب. ثم دعا سيدنا بكر سيدنا عمر أخبرهم بما قال المزني ثم الجمع واستشارهم سيدنا أبو بكر أخرج إليهم يا رسول الله لا يفجؤون الذرية ويدخلون إلى المدينة ويصيبون من الذرية. فقال لهم أنا أخرج. قد تقدمت الإشارة أن البلابل والإشاعات في المدينة كثرت وظهر حال أهل النفاق واليهود فأخذوا يبلبلون بلبلات كبيرة ويقولون ما هذا بنبي ويقولون بعض اليهود ما أصيب نبي بمثل هذا أبدا هذا صاحب ملك يضرب الملك وما قد حصل مثل هذا ولأحد من الأنبياء كما يقولون يزعمون وسيكون وأخذ المنافقون يقولون حتى أن سيدنا عبد الله بن أبي بات يكمج يضمد جروحه فكان أبوه عبد الله بن أبي يقول تبعت هذا الرجل حتى نالك ما نالك من هذا ولو أطعتني ورجعت معي ما أصابك هذا سمع كلام الغلمان والصغار ورد رأي وقولي فحصلتم هذا ونزلكم هذا وماذا وجدتم من المشي معه. فقال سيدنا عبد الله ابنه قال له فعل الله سبحانه وتعالى برسوله معه ما هو خير واختار لهم الخير أعلى لهم الدرجات وكتب لهم المكان عنده وأسكت أباه. انظر كيف الإيمان وكيف النفاق كيف حال المؤمن مع أقضية الخلاق وأحكامه وكيف حال المنافق. لا إله إلا الله يخصنا بواسع من الإيمان وقوة في اليقين نحيا عليها وتزداد أبدا حتى نموت على أتم الإيمان واليقين. اللهم آمين. فأخذت بلبلة جاء سيدنا عمر إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله مكني من هؤلاء الذين ظهر منهم الكلام من اليهود ومنافقين نقتلهم. قال له صلى الله عليه وسلم أما اليهود بيني وبينهم عهد ولا سبيل إلى أن يقال أننا نقضنا العهد ويأتينا قضى عهد من عندنا وإنهم لا يعلمون أني رسول الله وإن الله تعالى سيجعل الدائرة عليهم ويكفيك إياه. قال له فالمنافقين فلان وفلان وفلان اللي قال كذا اللي قال كذا قال له أليس يقولون ويظهرون ويشهدون لا إله إلا الله
وأني رسول الله؟ قال بلى. قال فلا أقتل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا سبيل إلى قتلهم. قال أظهروا الآن ما في بواطن، هم خانوا وقالوا كذا. قال دعهم يا عمر، وإن قريشا لن ينالوا منا مثلها حتى نستلم الركن. بنجي الكعبة وبنستلم الركن. اطمئن. الله، كثرة البلابل. سيدنا المصطفى خرج لصلاة الصبح بجروحه، صلى بالناس وأخبرهم أنه خارج ليلحق الأدو، وأمرهم أن يتجهزوا على أن لا يخرج معه إلا من قاتل معه بالأمس فقط، ولا يقبلون غيرهم. فابتدأ الخبر يشيع وأمر بلال أن ينادي في الناس. الناس جرحى كلهم الذين حضروا القتال معه، حتى خرج من عنده سيدنا سعد بن معاذ إلى قومه، فجاء إلى قومه في ديارهم قال إن رسول الله يأمركم أن تخرجوا لتقابلوا العدو. كان سيدنا أسيد بن حضير فيهم، عنده 7 جروح تهيأ لمداواتها، يريد أن يداويها. لما سمع قول سعد قال سمعا وطاعة لله ورسوله، أين السلاح؟ ترك الجروح ومداواتها ولم يعرج على دواء شيء منها، وخرج الجرحى كلهم. ترقب بعض الصحابة منهم سيدنا طلحة، هذا الذي شلت يده في القتال ونازلته الجروح الكثيرة. قال بلغه الخبر نبي يخرج، فقال أترقب متى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم؟ فجاء في وقت الضحى، وجد النبي قد تهيأ للخروج، قد لبس لامته وقد لبس الدرع مع بقي عينيه. قال أين السلاح يا طلحة؟ قال قريب يا رسول الله، أذهب إليه الآن، جيت أن ترقب خروجك لأخرج معك. فذهب حضر سلاحه، إذا 9 جروح في صدره. كيف الإيمان؟ كيف المحبة؟ كيف الصدق مع الله ومع رسوله؟ ماذا عملنا؟ كيف نصرنا؟ إيش بذلنا؟ بماذا اختبرنا؟ أين البينة التي قامت على صدقنا؟ وأين البرهان على حقيقة إيماننا؟ منهم بني سلمة خرج إليهم قتادة من جماعته، خرج 40 جريح كلهم خرجوا، بعضهم في 13 جرح، بعضهم 14، بعضهم 10 جروح تحتاج مداواة، بعضهم 9 خرجوا كله، ما أحد منهم تخلف. جاء عبد الله بن أبي قال أخرج، أخرج مع، قال لا يخرج معنا إلا من شهد القتال بالأمس. فلم يخرج معهم أحد ممن لم يشهد القتال بالأمس إلا واحد، هو سيدنا جابر بن عبد الله عليه رضوان الله تعالى. سيدنا جابر جاء إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله إن مناديكم ينادي لا يخرج إلا من حضر القتال معنا بالأمس، وإني يا رسول الله كنت حريصا على الحضور، وإن أبي هو الذي خلفني وقال لي ابقى معه 9 أخوات لي بناته، أمرني أن أبقى عليهن، وقال ما أنا بالذي أوثرك بالخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني خارج وعلى الله يرزقني الشهادة، فقم على أخواتك وقضي الدين، فهذا الذي خلفني يا رسول الله. فأذن له، قال أنت أخرج معنا. ألا أبشرك؟ قال بلى، بشرك الله بالخير يا رسول الله،
قال إن الله كلم الشهداء أحد من وراء حجاب إلا أباك كلمه كفاح، وقال تمنى علي عبدي ما شئت، فقال يا ربي ما عبدتك حق عبادتك فردني إلى الدنيا وقاتل مع نبيك فأقتل مرة أخرى مع نبيك. قال فقال سبق القول مني أنهم إليها لا يعودون. خرج مع النبي، قال ولم يحضرها ممن لم يشهد معهم القتال في أحد غيري. وقال يا رسول الله ولكني أريد الخروج معك على الله يرزقني شهادة في سبيلي، أبوه مات أمس وهو اليوم. رجع النبي من أحد في عشية يوم السبت 14 شوال، عشية يوم السبت، صبح الصباح يوم الأحد خارج إلى حمراء الأسد، جاء قبل المغرب وخرج سادة مرة بشوه الفجر وصبح الصباح متوجه صلى الله عليه وآله وسلم. قال فخرج والشجة في جبيني وأثر حلقتي المغفر لا يزال، والشفاه مشقوقة والركبتان مجحوشتان من الحفرة التي سقط فيها، فخرج بجروحه تلك يتقدمهم صلى الله عليه وسلم حتى هب معه أول خروج في بكرة يوم الأحد. 70 التفوا حول من الصحابة وتلاحق بقية 670 كانوا في أحد، 630 كانوا في أحد، 770 قتلوا، فخرج 630 كلهم لحقوا به ما تخلف منهم أحد، 630 كلهم جرحى وكلهم لحقوا. حتى سأل عن 2 من بني عبد الأشهل، يقولوا عبد الله بن سهل وأخوه كانا جريحين اشتدت بهم الجراح فأصبحوا وسمعوا النداء وما يقدرون على المشي وما عندهم دابة يركبون عليه، وقرب الرسول صلى الله عليه وسلم الفرس ولم يكن معهم في غزوة حمراء الأسد غير فرس رسول الله صلى الله عليه وسلم يركبون، لم يكن معهم فرس آخر. جهز سيدنا طلحة، جهز جماعة من الأنصار عدد من الحمال العامة، زادهم التمر، يقول مش معنى للتمر، أخذوا التمر يقتاتون به الطريق، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرسه تلاحق الناس. فهذا يقول لأخيه يا أخي أن تركوا غزوة مع الرسول صلى الله عليه وسلم غبن خسارة علينا، وما معنا دابة وجروحنا تمنعنا من المشي، فكيف نصنع؟ قال ما ترى الله ما بقوة على المشي، قال تعال نتزاحف وإياك نتجار. قال أخو كنت أخف من الجروح، ابتدى يمشي ما قدر وقف سقط. قال قلت له أنا أخاف منك تعال على الظهر، احتمله على الظهر ويمشي الثاني بجروح. حتى لما وصل النبي حمراء الأسد وسأل عنهم إن فلان فلان ما حدهم في الجيش وهم يزحفون، تزحفوا أخوه ساعة يحطه اللي يمشي قليل قليل، إذا سقط مع القدر يقوم يقول تعال على ظهري ويحمله قليل ويحطه وهكذا. وصلوا في الليل وقد النبي في حمراء الأسد 8 أميال من المدينة، بعد 8 أميال، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يوقدوا النار، قال جمعوا الحطب في أثناء الطريق وهم ماشيين في النهار، قال شلوا الحطب، أي حطب تحصلوا خذوا، جمعوا الحطب، جمعوا مجموعة من الحطب، فقال كل واحد يوقد نار، صلحوا نيران وقدوا،
فزارت 500-600 نار مو قدو من بعيد ترى يقول ايش هذا المعسكر ايش هذا الجيش كبير. سارت الاخبار بها ابتدت الرعب في قلوب الكفار الكفار والقبائل لمن قالوا جيش كبير خرج مع محمد. وصلوا هؤلاء الاثنين وهم من بني عبد الاشهل وهم يقدون النيران في النهار يقدون نيرانهم في الليل فادخلوهم على النبي صلى الله عليه وسلم. كان الحارس تلك الليلة عباد بن بشر على قال تعالوا دخلهم على النبي قال ما خلفكم عني فذكروا له القصة قال يا رسول الله أنا وأخي في جروح كذا تزحفت أنا ويا ساعة أحملوا ساعة يمشي تعالوا. وقال إن طال بكما وقت لا تصب بين أيديكم وتملكون خيل وبغال كثير وما أنتم بخير منكم الآن. الآن خيركم بيجيكم وقت عندكم كثير ركوب من الخيل والبغال والجمال لكن الآن أنتم أعظم. خرج صلى الله عليه وسلم في الصباح يقول لسيدنا طلحة أين ترى القوم الآن؟ يقول بالسيال في مكان قال وذلك الذي في ظني أنهم في ذلك المكان أنهم لن ينالوا منا مثل ما نالوا حتى نفتح مكة. فكان الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم. مرت بعد غزوة أحد 5 سنين كاملة حتى جاء فتح مكة ولم ينالوا منهم مثل ذلك بعد. في حمراء الأسد حيث خيم صلى الله عليه وسلم لقي معبد بن عمرو الخزاعي من خزاعة وخزاعة قبيلة كانت ناصحة لرسول الله فيهم المسلمون فيهم المشركون لكن كانوا كلهم محل نصح للنبي صلى الله عليه وسلم ومحل علاقة طيبة. وكان هذا عاد لم يسلم بعد قبل إسلامه لقي النبي عليه الصلاة والسلام فجاء وكلمه وقال إن عز علينا ما لقيتم وما نازلكم وضدنا لو أن على كعبكم وكان هذا على غيركم. فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث معه ثم ودعه فمضى. لقي أبا سفيان وجماعته قدامنا يترددون الحديث مكان بينهم البين يقول نكر عليهم نرجع عشان يقولون في خبر أنه يمكن حني قوة بيخرجون يمكن تكون كرفاء يترددون الحديث. قال هذا معبد جاء عنده الخبر. ما الخبر عندك يا معبد؟ قال محمد وأصحابه جيش لم أرى مثله ورأينا تركتهم قد حنقوا عليكم يتحرقون عليكم تحرقا تجمع إليهم من كان تأخر عن أحد من الأوس والخزرج وهم ندموا على ما فعلوا وامتلأوا عليكم فرأيت فيهم حنقا لم أرى مثل قط وهم ورائين عندهم. قال ما تقول انظر ما تقول. قال كما قلت لك ما أظن ترتحل حتى ترى نواصي الخيل شو بيقبل هناك قريب. قال ها قال حتى حملني ما رأيت منهم أن قلت أبياد جاب أبياد يصف فيها جيش النبي العرم عمو إنه حقه الناقة مادت بهم وكأن الأرض كلها تميد من شدة ما شاف. وقلت وإلا أبو سفيان منهم وجماعة ذا يصلح له أبياد فزعهم قال ثنى عزم أبو سفيان قال خلاص
والجماعة ما قالوا قلنا لكم امشوا امضوا اسرعوا 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 اسرعوا. وجد ناس متوجهين نحو المدينة من عبد القيس من بني عبد القيس. قال إلى أين؟ قالوا المدينة. لماذا؟ قالوا الميرة، نأخذ الميرة من هناك. قال ألا أرسلكم رسالة إلى محمد تبلغونها أو حمل إبلكم هذا زبيب في اسمها سوق عكاظ لما تقدمون هناك مقابل هذا. قالوا نعم يا شيخ. قال بلغوه إن عزمنا الكرة عليهم واجتمعنا لذلك ونحن راجعون إليهم وآتون لنستأصلهم ولا نبقي منهم أحد. حركة سياسية حبوه، وهو هارب ويهرب لكم. قال هكذا فقالوا نبلغه، وجاءوا مروا على النبي بحمراء الأسد فجاءوا إليه وخبروا بخبر بوسفين وقال كذا كذا كذا. قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قال مع الصحابة حسبنا الله ونعم الوكيل. هرب القوم لما بلغهم الخبر وارتجفت قلوبهم وقالوا يقع الكر علينا الآن، فصاروا يسرعون ويجرون في المشي خبه إلى مكة. هرب إلى مكة. النبي أقام يوم الاثنين والثلاثة والأربعة بحمراء الأسد، تأكد من مشي القوم وذهابهم، عاد يوم الخميس إلى مكة إلى المدينة المنورة. دخل المدينة صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله بالقوم الذين معه، حالهم كما وصف الله تبارك وتعالى، قال عن الشهداء الذين ماتوا في أحد قبلهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. حتى 13 جرح حدبته المخلص، خلوا المداواة والمعالجة والطب وحملوا السلاح وبسم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. من بعد استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم بخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان وخويف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة المنورة يوم الخميس، وكان قد دفع الراية عند ذهابه لسيدنا علي بن أبي طالب، وخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم يصلي بالناس. فورد صلى الله عليه وسلم يوم الخميس وصلى، خرج يصلي بهم الجمعة في اليوم الثاني بعد أن تابع الصلوات الفروض بهم. خرج يوم الجمعة وكان عادة عبد الله بن أبي يقوم عندما يصعد النبي المنبر يخطب يوم الجمعة، يقول أيها الناس إن هذا رسول الله بين أظهركم، اسمعوا إليه وأنصتوا وانصروه. فكان لكونه شريف في قومه تركون له هذا المظهر ويقوم في كل جمعة. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حمراء الأسد في أول جمعة بعد أحد، صعد صلى الله عليه وسلم المنبر، فقام عبد الله بن أبي، فقام جماعة من الأنصار وجروا ثوبه وقال اسكت عدو الله، ما أنت بأهل هذا المكان هذا الشرف، وقد حصل ما هذا، رجعت بل قوم وتركت النبي وأنت غضب. الخرج يتخطى رقابهم وخرج حتى لقي بعض الأنصار عند باب المسجد. ما لك؟ قال كأني قلت بجرا يعني شرا أهجر لهم، عززته ونصرته فيقولون كذا ويسحبون ثوبي ويقومون علي ويعملون. قال قلت بس تعال استغفر لك رسول الله. قال
ما أبتغي أن يستغفر لي. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا أرأيتم يصدون وهم مستكبرون. أعوذ بالله من غضب بالله. فبطل قيامه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل جمعة من تلك الجمعة، خلاص ما عاد صار يسمحون له بأن يقوم هذا المقام بعد أن حصل ما حصل منه في غزوة أحد ورجوعه بالقوم، وقالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان. في حمراء الأسد عثروا على واحد من المشركين شاعر هجة كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويهجوه، أسر في بدر فجاء لعند النبي قال عندي بنات وياهل أطفال هناك حالهم كذا، وأنا ما أرجع أقول عليك شيء بعد هذا ولا أنظم فيك الشعر ولا هذا. فرق له صلى الله عليه وسلم رحموه، أمرهم أن يطلقوا بلا فداء، أطلقوا رجع إلى مكة وراح يهجو النبي ويرجع كما كان يسب ويستم ويتكلم. فجاء في أحد كان معهم، فمشى مع القوم، مشوا المشركين من حمراء الأسد قبل وصول النبي، كان ده نايم دركوه هناك، راعوا وصل النبي وصحبة والرجال هناك مسكوه على النبي. فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يقتل، جاء قال يا محمد عندي بنات، يرجع بالأسلوب حقه اللي صلحه في بدر أنه كذا، قال تذهب تمسح عارضيك بمكة تقول خدعت محمدا مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. قم يا زبير فاضرب عنقه، قتل. رجع صلى الله عليه وسلم، كان وصل من أحد واحد من المشركين في قلبه غير، ويريد أن يتجسس أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه يعطيها المشركين، فكان من جماعة سيدنا عثمان بن عفان من بعيد من قبيلته. فجاء إلى بيت سيدنا عثمان فيه أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، طرق الباب قالت من؟ قال ابن عم عثمان، قالت ليس هنا ولا، قال لا فأرسل إليه فإن معي له ثمن ناقة اشتريت منهم لبعطيها. جاء سيدنا عثمان قال له أهلكت نفسك وهلكتني معك تجي لهنا؟ قال أنت أقرب من في المدينة، رحم لي وأنا أجيدك تجيبني وتزير وتأمنني عندك. قال ادخل وأحطك في مكان في البيت هنا، قفل عليك وبروح بأستأمن لك رسول الله أن أمنك. قفل عليه في مكان في البيت هنا. وخرج سيدنا عثمان أقبل وعند النبي جماعة من أصحابه، النبي يقول إن معاوية بن فلان للرجل الذي بالمدينة، فخذوا لنا خبر واذهبوا فأتوا به. وقف سيدنا عثمان وراح الصحابة يبحثون عنه، فجاءوا إلى بيت عثمان، قالت لهم سيدنا أم كلثوم بلغها الخبر أن رسول الله أمرهم به، قالت هنا هو. فتحت لهم قالت لهم شوفوا المكان الفلاني، أنا حبسوا عثمان خذوه، لما علمت أن أباها أمرهم أن يخرجوا يمسكوه، فجاءوا أخذوه وجاوبوا إلى عند النبي. قال سيدنا عثمان أنا إن جيت يا رسول الله لأخذ لك الأمان له، ذهبوا لي. هذا قبل ذهاب النبي لحمراء الأسد، قال له نهبه لك على ألا يبقى 3 أيام، فإن بقي بعد 3 أيام فما لقي فليقتل نقتله، لقيناه بعدها في البلد النبي عرف أنه جاسوس.
فقال على ذلك. قام خرج من عثمان تخبى في مكان ثاني وجالس حتى عاد النبي من حمراء الأسد قد عدت 3 أيام. ولما شاف النبي رجع هو الصحابة أخذ ما عنده من الأخبار وأراد يذهب، فبدأ يهرب. دعا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمار بن ياسر زيد بن حارث، قال اخرجه تلقياني في المكان الفلاني، حدد لهم المكان الذي يكون فيه الرجل. قال تذهب هناك تجدان هناك فاتي حنيف. خرجوا فوجدوه فقتلوه كما صلى الله عليه وسلم. فكان قتلوا عند رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حمراء الأسد. انتهى شهر شوال، القعدة والحجة ابتدأت، السرايا تواصل جهدها والغزوات تتواصل بعد ذلك من سيدنا المصطفى محمد صلى الله وسلم وبارك عليه، وجزاه عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلى عليه في الأولين والآخرين كل ما لا إلى يوم الدين، كما استنقذنا به من الضلالة وبصرنا به بعد العماية، ورزقنا وإياكم حقيقة محبته، أدخلنا في ربوع أحبته، أفاض علينا فائضات الجود به، ثبت أقدامنا على دربه، وحشرنا يوم القيامة في زمرته ظاهر في محض فضله ومنه وجوده وكرمه، وأصلح لنا ولكم به جميع الشؤون في الظهور والبطون، واجعلنا به في قوم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأعاذنا من كل آفة وبلية ظاهرة وخفية في الدنيا والآخرة، واجعلنا في أهل وجوه الناظرة إليه ناظرة، هي خير لطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.